السلام عليكم الدراري، كنتمنى تكونوا بخير، الصحه ديالكم مزيانه، كل شيء هو داك. سمو حاجه الخوت على اسبوع ديال الغياب، على نصر وتغطيه الاخبار بعد عام كامل من نصر ديال الاخبار المحتفل المغاربه. تقريبا دوي عليهم كاملين في اللي كيلعبوا اعلى مستويات، بحال الزلزولي، بحال زياش، بحال حكيمي، بحال نصيري، بحال بونو. ومره مره كنعطيكم اخبار سريعه على امرابط وحارث، واليوم رجعنا بقوة إن شاء الله لتغطية الموسم الجديد، وبداية مع حكيم زياش والمستقبل ديالو والمصير ديالو الغامض. نبدأ بالتفاصيل والخبر ديالنا. أشارت صحيفة سبورت مولز إلى أن المدرب الجديد لمانشستر يونايتد إريك تين هاغ يرغب بقوة في استقدام اللاعب الذي تدرب على يديه سابقا في أياكس أمستردام الهولندي. وذكر نفس المصدر أن المدرب الهولندي يستعد للقاء باللاعب المغربي في اجتماع خاص لتقديم عرض لجلبه لنادي الشيطان الحمر. وتأتي هذه الأخبار في سياق المفاوضات بين تشيلسي وميلان الإيطالي الذي أصر على ضم المغربي إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقبل ما ندوز الخبر الثاني على زياش، شنو قال الحارس السابق اللي كان كيلعب معاه في أياكس أونانا، حاليا هضره ديال مانشستر تقدر تكون فري. علاش الخوت أنطوني راه صعيب يجيبوه، والثمن طالب أياكس باش يبيعوه راه غالي بزاف، الجناح البرازيلي، وبالتالي يقدر تنهاك يدوز خيارات أخرى بحال زياش، خصوصا أنه عنده علاقة زوينة بيناتهم. وأيضا اللاعب المغربي يقدر يبقى في إنجلترا ومع فريق كبير بحال مانشستر اللي يقدر يبني الفريق ويرجع بقوة، وبالتالي خيار محتمل رغم أن مانشستر ما غاديش يلعبوا على الشامبيونز ليغ العام الجاي. وبالنسبة لأونانا وحاليا ولا لاعب في إنتر ميلانو، قال عليه هذه الكلمات لدازن إيطالي.